نحييكم وبالسلام نحييكم. وجوه كريمة وحضور نوعي دائما ومشاركة نعتز بها ولنشاطاتنا دفعا جديدا وتشجيعا. موعدنا اليوم كالعادة يتجدد في الأربعاء الأول أو الأولى من كل شهر مع المنتدى الثقافي للمركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون. هذا المركز يتألف من كوكبة متجانسة، أسمح لنفسي أن أسميها الدراويش، متجانسة ومتآلفة من رواد الثقافة والعمل الجماعي، وممثلة بالدكتور علي عجمي رئيسا، الدكتور حسن بزي نائبا للرئيس، المهندس وسام شرف الدين علاقات عامة، الأستاذ رفعت المندوي أمينة بالصندوق، الشاعر علي السندي إعلام، الفنان زياد نصر رئيسا للجنة الثقافية، وعضوية كل من الدكتور هاني بواردي، الأستاذ عدنان شرارة، الأستاذ كامل بزي، الأديبة حنان شرارة. مع الشكر دائما نردد الشكر للمتحف العربي الأمريكي لاستضافتنا ولاستضافته لنا ولمناسباتنا، فنشكره دائما للتعاون. الفقرة الأولى من برنامجنا اليوم مع ناصر الحجاج، عاشق موجود عندنا الدكتور ناصر، يا أهلا بك، عاشق متيم لعراقيته، قضى معظم حياته في الغربة، ترك العراق في العام 1992 مضبوط إلى بيروت ليبني هناك مجده الأكاديمي في رحاب الجامعة اللبنانية، حيث نال شهادة الماجستير عن بدر شاكر السياب في بعديه الشعبي والعالمي، وشهادة الدكتوراه عن اللسانيات واللهجات المحلية العربية. أسس في بيروت المنتدى الثقافي العراقي في العام 1994 واستمر حتى العام 2000، مظبوط الأرقام؟ تمام. سأكتفي وبما يسمح به الوقت بالعناوين لأقول: إنه الشاعر والأديب والناقد والصحفي والإعلامي والنقابي والبحاثة والمعلم، وهولي على ذمة الدكتور. شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات والمهرجانات. نرحب بالدكتور ناصر الحجاج ومحاضرته بعنوان اللسان العربي هوية وأداة تواصل. أهلا وسهلا، المنبر لك. اسمحوا لي أقعد على الكرسي. بدك تقعد على الكرسي؟ بدك تقعد على الكرسي؟ كيف بدك تحمل ايدك؟ اسكم لا اوكي شرف ارتاح
كم لي عراقية أيضا. عراقية. ما دمنا في طور اللهجات. تأكيد تأكيد معرفتك العربية. المحاضرة يعني تتناسب أكثر مع كرسي وطاولة ليستحضر الواحد الانتباه ويلفت الانتباه. اليوم الموضوع قديم جديد. موضوع يخص الجميع لأنه موضوع اللسان، موضوع اللغة، كل واحد من عندنا يعني هذا الموضوع. فتحية لكم جميعا وسلام بحجم هذا الموضوع الكبير. سعيد جدا بهذه الدعوة، وسعيد أن تكون ديربورن هي انطلاقة هذا المشروع الجديد الذي سأعلن عنه في منتصف هذه المحاضرة، وسعيد أن تكونوا شهوداً على انطلاقة هذا المشروع الذي يهدف إلى إحياء اللسان العربي، انطلاقاً من سؤال: لماذا يصف القرآن نفسه ولغته باللسان؟ فإذاً القرآن نزل بلسان عربي مبين، طيب ليش اليوم إحنا نعلم اللغة العربية مش اللسان العربي المبين؟ وما الفرق بين اللسان وبين اللغة؟ كنت أتمنى أن يكون أغلب الحضور من أساتذة الجامعات الذين يدرسون ويحملون عبء تدريس اللغة العربية المودرن ستاندرد عربيك، لأنهم يعانون ويكابلون لوحدهم، كل واحد محتار في هذا الكم الهائل من المسؤوليات، من الإرث الديني الذي تحمله اللغة، والإرث الثقافي، والإرث السياسي، والإرث الدموي. معركة واحدة للغويين مع خصوم اللغة أودت بحياة 120 ألفاً كان يقودها القراء، كانت كتيبتهم تحارب، اضطروا للمحاربة من أجل هذا اللسان. ونعرف أن القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين كان يشتمل كما يقول السيوطي على 50 لغة. قبل كل شيء نحدد المصطلحات. اليوم إذا تقول لواحد اللغة الإنجليزية يقول لك English language، يقول اللغة العربية يقول لك Arabic language. هذا أول خطأ، أننا نسمي اللهجة لغة. خلينا نشوف ليش نسمي اللهجة لغة، ومن الذي تسبب بتسمية اللهجة لغة؟ وافقدنا اللسان، راح اللسان، ما عدنا نتحدث باللسان. هل هذا له علاقة أنه هاي اللغة كلها مكتوبة بالجرائد لا أحد يتحدث بها؟ وشنو قصة الدايغلوسيا؟ أن هناك لهجة محكية spoken dialect وهناك لغة مكتوبة. هذه إشكالية يعني من عندها الأساتذة اللغة العربية، وتعانون أنتم ونحن أولادنا كيف يتعلمون، لأنه من الصعوبة بمكان أن يتعلم أحد اللغة العربية الفصحى. سأضرب لكم مثل حتى لا أطيل وأنتقل إلى المحاضرة. اليوم لو جاء أحد من عندكم اليوم يتحدث لغة عربية، حاولت أسأل سؤال، يعني سأختار راندومي الست هنا. تعرفين لغتك الإنجليزية والعربية جيدة؟ ها؟ أوكي، راح أعطيك لغة كلمة عربية اللي هي شؤون. شؤون تعني عيون، جديدة الكلمة صح؟ وآيز للعيون للإنجليزي. أنا أريد تعطيني اللغة بلغة عربية تقولين، تأشرين للعيون بالإنجليزي وتخبرينا إنه شو لون عيونك. كانت بني؟ أوكي، سو خبرينا بالعربي أن لون عيونك بني، وخبرينا بالإنجليزي أن لون عيونك بني. My eyes are brown. أوكي. نعم. بالعربي. نعم. كلمة شؤون. طيب أي واحد يعرف عربي يعطينا الجملة بالعربي. عفوا.
اي شو شو هوني قلني اولا شو هون اثنين هذا اول اشكال اي نعم شكرا جزيلا ثانك يو سو ماتش اولا شو هون اثنين هون بلشت القضيه انه احنا عندنا الجمع يبدي من اثنين بس اللغه العربيه الفصحى حول اثنين اذا قالت هذه شؤوني فشؤون هون تجي اذا كانت نكره وقبل حرف جر لازم يصير شؤون ما قبل حرف جر لازم يصير شؤون قبلها رايت شؤون لازم تكون مفتوحه واذا ما قبلها للتعريف تكون شايفين التعقيد بعد ما كملت تقريبا ما يقدر يحكي العربي الا بده مليون ضابطه ليحكيها لماذا خلينا نرجع نجدي نزل القران بسبع لغات يقول رسول الله كلها شاف وافد ساقرا هذه القصه القصيره الحادثه القصيره يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام ابن حكيم احد الصحابه من قريش يعني اولاد عام يقرا سوره الفرقان في حياه رسول الله فاستمعت لقراءته فاذا هو يقراها على حروف كثيره يعني بلغات كثيره يعني حرف تعني لغه لم يقرئنيها رسول الله فكدت اساوره في الصلاه كان بدي يضر او ما معنى شيء من هذا القبيل انه كان خروج عن الدين فتصبرت حتى سلم تسليم في اخر الصلاه فلما سلم لببته بردائه يعني مسكه من تلابيبه جر هاي لببته ما عاد نستخدمها من الكلمات اللي بس نعرف تلابيبه بقت شوي بقايا الريمينز مالتها فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها قال أقرأنيها رسول الله فقلت كذبت فوالله إن رسول الله لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها فانطلقت به أقوده إلى رسول الله فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها